بالجدار، علينا إسقاطه. سم من الخلف. أمسكهم. أداء رائع. هذا الشيء سينقلنا إلى أعلى الجبال، ربما نرى منجما هناك. لا شيء يشبه هدوء ركوب قطار الأقزام. لم أفتقد سماعه. لم يذكره أحد حتى فعلت أنت الآن. دورلي، لا داعي لأن يقولها، كان الأمر واضحا على وجهه، أو محفورا بعبارة أخرى في رأسه. أحفر هذا في رأس دولن؟ تميل الثورات الفاشلة إلى ضمان الانتقام السريع والدائم. هل هو من قادة دولن؟ أجل، وحامل بوق غالاهور، ثقته عمياء. أتعرف إن انعدام شك الرجل فائق الخطورة. يبدو أننا وصلنا. هيا من هنا، أرى قطاراً آخر، لنبحث عن طريق للوصول.
ربما إيجاد تير هو أفضل حماية لنا. يبدو أن أودن لا يريدنا أن نجده. حين يتحرر تير ويعود إلى هالحرب، سيكون أودن منشغلاً عنا. إن كانت هذه الحرب التي سيخوضها فليخوضها. قنبلة معطلة لكن أجل، على الأرجح تخص باري القزم الذي بنى قاعة لير العظيمة. واو، أذلك دراكي؟ ماذا حدث هنا؟ إلزم الحذر، يبدو ميتاً. أجل، بالتأكيد ميت. أتساءل إذا أبي يحضر. كان ذلك صعباً. ابق حذراً، ربما هناك آخرون. أذلك الدريكي الذي قضى على الأول؟ إذا كان الأمر كذلك فعدوانيتهما هي ما قتلتهما. بالأسفل أرى منجماً، لابد أن هذا ما قصده دورلين. هناك مسارات أعلى اليسار، ربما نجد قطاراً آخر. أبي، ماذا لو كانت الحرب مع أودن ليست لتير وحده؟ ماذا لو كانت لنا أيضاً؟ الحرب ليست السبيل الوحيد. Oh.
من ذلك العمود. يبدو كالعش. ربما يتوقفون إذا دمرت العش. أموري إلى مسارها. واو، هذا الشيء صغير. حسناً، سنتجه إلى اليسار. مهلا، قصدت يساري. تحرك. اقتربنا إلى اليسار قليلا. بعيد جدا. أخبره أن يتجه يسارا يا ميمير. اقتربنا إلى اليسار قليلا. أجل، صحيح. الجولة الثانية، هيا. عندما تكون جاهزا. نحتاج معدات خاصة لاستخدام هذا. أعطاك حجارة. كراكن. دينر. أجل، مغطى بالطحالب. يمكن أن نريه لبروك وسندري عندما نعود. تفضل. حسناً، جئنا إلى هنا بحثاً عن تير لأننا لا نثق في أودن. إذا فكرت في الأمر، الحرب. كان جنونياً كل شيء. محق يا أخي الصغير. يابا
إذن أطلقت العنان للسانك في القطار يا فتى. كانت مجرد كلمة، سمعت أسوأ من. لا تهم الكلمة، لقد فقدت السيطرة. كنا نسقط في الهواء، ظننتنا سنموت. أتمنيت حقا أن تكون هذه آخر كلماتك؟ لا، في لحظات الكارثة الألم لا يؤثر في شيء، تحكم به، دعه يخدمك. انظر للأرض، مسارات، لابد أنها تؤدي للمنجم، علينا تخطي هذه الحمولة. يمد الطاقة للرافعة التي ترفع الحمولة. لا يبدو ذلك شيئاً صحيحاً. يبدو أنك أوقفت تدفق الماء في ذلك الحوض. أصب، فلنعبر. على يسار الصندوق، يمكنك إشعالها؟ سنجد المزيد بالقرب من هنا، فلنجدها، هيا. هل متعاون مذكورة في اقتباسات مخيفة؟ ربما أصل إذا ساعدتني. عظيم، سأعبر لألقي نظرة أفضل. أبي، توجد بوابة هنا تؤدي إلى مدخل المنجم، لو يمكنك الصعود ساعدني لرفعها. لو
هيا، يمكنك القفز. فتاك ليست بهذا السوء. أترياس، أيمكنك تجميدها؟ تتنجح، حاول ثانية. آمل أن تنجح القفزة. يوجد حوض خشبي آخر. كيف فكر الأقزام في هذا؟ ربما كان الحافز العظيم للراحة. لما تقوم بالعمل بينما يمكن أن تقوم به الأغراض المبللة؟ ليت تير معنا هنا. أترياس، نبحث عن معلومات. أعلم، توقف عن التصرف وكأنني أشن حرباً. ولكنك لم تقل خلاف ذلك. يا رفاق، هل لا نترك هذا الموضوع جانباً قليلاً؟ ارفع من جانبك، وسأفعل أنا من جانبي. شكراً، فلنواصل التحرك. ربما عليك ضربها من زاوية أخرى. يبدو أننا وجدنا مدخل منجم دورلين. لدي شيء لأجلك. سيندري، ما الأمر؟ بما أنك تفتقر إلى مصدر للنور، عذراً، ولن يمكنك رؤية الأهوال في الظلام. هذه ستساعدك. فلنذهب لاستكشافاتك، أنا معك. شكراً يا سيندري. مهلاً، ماذا تعني؟ أهوال لا تحصى. احترس. حاصد الأرواح بالأعلى، أسقط. سقط الهدف. كيفا؟ Go! Go! Go!
كان وشيكا. أعتقد أننا وصلنا. هذا هو الملجأ. مثير للاهتمام، لكن لا نزال غير مستعدين للاستفادة منه حالياً. احترس! يساراً! يبدو أن المدخل الرسمي للمنجم مسدود. لابد من طريق آخر. من هنا. رائع، ليس طريقاً مسدوداً. فلنرى إلى أين يؤدي. هؤلاء مجدداً؟ يابا! من أين يأتون؟ تؤكد الرائحة اقترابنا من منجم بالفعل. أعتقدني أسمع الماء أيضاً. تمهل يا أترياس، احذر، كن مستعداً. أعتقد أني وجدت المكان الذي يأتي منه الصعاليق. سيربكونك بسرعة، لا تبتعد. كان ذلك بغيضاً. تخلف هذه المخلوقات رائحة بشعة. عواقب بسيطة لإزعاجها بموطنها. فلنتحرك. ربما نتعمق بالقارب داخل المنجم. يستحق المحاولة. لن يمكننا الدخول بطريقة أخرى. أنا آسف، أعرف أنك نهيتني، لكن لا يمكنني عدم التفكير في الأمر. نقضي كل وقتنا في مقاتلة الأشرار، ولا أعرف لما لا نفعل ذلك مع تير. نحن لا نعرفه. رأينا أضرحته، إنه قائد. حارب أودن حين خف الآخرون. إذا كان فعل ذلك من قبل، فلما لا يكرر الأمر؟ صور منذ زمن بعيد لا تحكي قصة كاملة. يوجد باب. بمجرد أن ننزل فلنتحقق من تير هناك. لابد أنه قريب.
أشعر أنك غاضب مني أو شيء كهذا. منذ وصولنا إلى زفارد الفايم وأنت تنتقد كل تحركاتي، إذا لم ترى أن بإمكاني القيادة قل ذلك. إننا لا نختبر أهليتك. حسناً، لكن ما معنى هذا؟ عليك التفكير في نواياك. كان ضخم، أظن أن بناءه استغرق عصوراً. باب آخر، علينا التحقق منه. تعليمات دورلين لا تذكر أي باب. لا، نحن بمفردنا. سؤالك من قبل عن نواياي، أنوي مساعدة إله الحرب على إيقاف أودن، وهذا يعني تحريره من أي سجن هو فيه حالياً. تشبثوا يا أصدقاء. سندري؟ واحذروا عند الخروج منه، توجد مسامير صادئة ومخلخلة في كل مكان. أرأيت دليلاً لوجود تير؟ أتظنني سأتجول في متاهة المجارير؟ لا، ستنجحون في ذلك وحدكم. لا أعلم، الماء يبدو صافياً هنا كما قلت. يبدو بن بعد هذه الفجوة مباشرة، ربما يكون تير هناك. من كتب هذا كان يهتم بالتفاصيل. تدفق الماء معاصر. يا فارس، يبدو أنك جعلت الماء يتدفق يا أخي. ماذا بعد؟ يفيض الماء من حيث جمدت الحوض، هذا مفيد. لا بد من طريقة للف العجلة، صحيح؟ نجح ذلك، فلنذهب إلى الباب، هيا. تير؟ لا أعتقد بالمرة أن هذا مقر تير الحالي. لابد أنه هنا في مكان ما. هذا المنجم ضخم. أندرياس، ما الذي تريد منع أودن من فعله؟ تتحدث كأنك تعرف خطته. لا أعرف خطته، لهذا نحن. إخوتي، بما أن الشتاء العظيم قائم وراجناروك على الأبواب، فإن أودن سيكون يائسا أيا يكون ما يخطط له، فلن يكون لصالح أحد سوى نفسه. بالضبط. الجهة الأخرى، هناك باب آخر، ربما هذا هو المراد. جيد أنك تعلمت الرونية. هنا. لا أريد إحباطك، لكنه منجم في النهاية. مير، ها
هذا محبط. هل رأيت ذلك الشيء؟ هناك باب مكسور على اليسار خلف الرافعة، ربما حاولت الهروب. لنتحقق. هذا سيجعل المنحدر يعمل بكل قوته. بدنا نصل. مهلا، إلى أين تذهب؟ سوف نعرف. مذهل، الماء المتدفق يمد الرافعة بالفاقر. عبقري، سنصعد في لمح البصر. أصب، هيا لنستقل ذلك المصعد. مؤكد أن تير قريب. حسناً، تدريب جديد. فلنفكر في شعور تير وهو محجوز داخل هذا المنجم. إذا كان أودن يحتجزني وتحررت أخيراً، سيكون أودن على الأرجح أهم أولوياتي. لكني سأريد مقاتلة أحدهم، أي شيء، ولو لمعرفة أنه لا يزال بإمكاني القتال. تير، واو، ماذا حدث هنا؟ سلوك آخر، يساراً.
خلفك يا أبي. لم يكن تير بالتأكيد يفضل التحقق. لم ينجو هذا القزم. أهذا أثر؟ ها. أشعر بنسيم، ربما نتمكن من الخروج عبر هذا الطريق. سرداب فارغ آخر. أخي الصغير، حان الوقت لنتخطى الأمر. لا، لا تقل هذا حتى، سنعثر عليه. باب آخر على الجانب الآخر من المغارة، هيا بنا. يا صاح. أعتقد أننا أعلى المكان الذي تركنا فيه القارب عند سندري. هذا المنجم حلزون هائل. كيافا ستتحرك الآن. أنا مستعد. باب آخر، لابد أن يكون هذا هو. سوف نرى. سنضطر للوصول إليه أولاً. لم ينجح ذلك تماماً. أهناك شيء نفعله؟ فلنواصل البحث. لابد من وجود حل آخر.
تسلق إلى هناك، وجد طريقاً آخر. أعتقد أرى رافعة هنا. أترياس، تدريب ذهني آخر. هل يمكن لشخص قضى حياته في القتال مثل تير أن يرغب في إثبات نفسه؟ الإثبات سيترك دماراً في أعقابه. ولكن لو صحبت الدمار من الرفاق السيئين فما أهمية ذلك؟ أنت قوي وفعلت الشيء الصحيح. لا تقيس الحرب قوة الرجل. أمل أن تفهم ذلك يوماً ما. جاسوس آخر. اللعنة! سمعتم ذلك يا إخوتي؟ لا أعتقد أننا وحدنا. اسمعوا وانظروا. أتريوس، هل تزعجك كلماتي؟ لا بأس، أفهم. إخوتي، مهلاً، أهناك ضوء أمامنا؟ مهلاً، قد يكون هذا هو. الباب مسدود، يحاولون إخفاء شيء ما بالداخل. لا أحد يغلق باباً هكذا لحفظ أغطية الأسرة. أعرف ما علينا فعله. كيافة! لابد أن يكون هذا. لنعد إليه. يا أودين، ما اللعبة التي تلعبها معي؟ لسنا مع أودين، إننا مع الخير. (تصفيق)
هذا إله الحرب. تلك النصال، أعرفك، قاتل الآلهة. جئت من أجلي الآن؟ لأحررك. لا تقترب. دعني أجرب يا أخي. تير، تير، انظر، تعرفني صحيح؟ أنت قتلت ميمير. لا 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 لا، أجل، أعدناه مجددا. أنتم ابتعدوا عني أيها الوحوش. توقف، نحتاجه. تمهل. فلنبحث عن ابنك. لا تقلق، سنكون بخير. دعوني وشأني. تير، اسمع، لسنا هنا لنؤذيك، نحاول إخراجك. ابتعدوا عني أرجوك إلى مكان بعيد. أتوسل عن أودن. ارحموني. هذا والدي، نحن نساعد الناس. مكاني ليس بالخارج، الأمر يسوء حين يغضب. ألست جنديا وقائدا للرجال؟ اكمح مخاوفك. ابني أحضرنا إلى هنا من أجلك. انظر إليه. أنت، لماذا أنت لا تعرفني؟ أعلم ما فعلته، ساعدت العمالقة، سنرد الجميل. نرد؟ سوف نغادر، هل ستأتي معنا؟ Thank you.
تفضل. تمثالك بالبحيرة، كان معك رمح، ظننتك تحت عصم للمشي. لا فكرت ولكن لا، شكرا لا. لكن حسنا، أنا هربت لأنني لا أعرف الحقيقة. أحيانا هناك أنا. لا عيب في ذلك يا أخي، إننا في زمن غريب. هل الجميع يسمع؟ لنعد إلى المنزل. أتشعر بذلك؟ رياح تعصف من هناك، ربما هناك مخرج.